تعيش فيها في الرعب أنها مقبلة على السجن، مقبلة على السجن. بعد هذيك الشده اللي تشد الاعتقال اللي تعتقلت ودوزت فيه مده شهرين، الله يلا يرك اللي كان دعيو ان ربي يهدي وحنا نقلبوا على ولده اصلا، الله يلا يرك اللي كان دعيو ان ربي يهدي وحنا نقلبوا على ولده اصلا. كنتفكر ولدي بزاف حيت ما كان بعيد عليا وما كنشوفوش. كنتفكر ولدي بزاف حيت ما كان بعيد عليا وما كنشوفوش. كنت كنحاول انني نعيط ليه وهضرت معاه، كنقول ليه بانني في الخدمه، كيقول لي هضري معايا ابي الفيديو، كنقول ليه لا الخدمه حقا حبسينا كدا. المهم كنحاول كنصبر ولدي وكنصبر راسي وكنصبر والديا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في منطقه مولاي رشيد بالضل البيضاء في قصه ما غاديش نقول غريبه، غنقول هذه القصه من بين القصص اللي تناولت حوالي سنتين في كل ما يتعلق بموقع إلكتروني. كنت في منبر سابق، جميع الزملاء اللي كانوا فيه وكذلك مدير النشر مشكورين على هذا الموضوع، تأثرت فيه بشكل كبير. الكلام اللي غادي نصيغه اليوم والقصة اللي غنروي اليوم عندي فيها عنوان: هو اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة. شابة لها طموح، عائلة محافظة، قالت أنني لما لا نكون ترى أسرة. عرفت شاب منذ الصغر بغيت تكمل معاه الحياة، تزوجت به، تجنهم ابن. في لحظة من اللحظات كتلقى راسها مهددة بالسجن، دوزت عقوبة أولى حموها المغاربة في الفيديو اللي وضعت في مبلغ ديال الشيك، وهي ما فهمتش الشيك وما فهمت حتى حاجه، كتثق في الله وفي داك الزوج. الا ان ذاك الطليق له راي اخر، الا عطاك الله ضمير فهذه هديه من عنده، والا ما عندكش الضمير راك في الدنيا. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع غادي نعاود القصه من الاول فيما يخص مجموعه من المتتبعين جدد في الموضوع. قصه كتالم، ناولتها سنتين ولا زلت أقاوم في هذا الموضوع من أجل النزاهة والبراءة ديال هذه الشابة اللي رجلها هنا ورجل في الحبس. تبعوا معايا، أنا ما عندي ما نقول لك، أنت عارفاني وتناولنا القصة سنتين، غادي تعاودي لي القصة من الأول ديال شيماء والتضامن للمغاربة وكيفاش خرجوها الناس من السجن واللي وقع دابا. تفضلي. السلام عليكم. مهم شيماء شابة اللي تحت براتين ديال العائلة الطالق ديالها، تسجنات وبفضل المغاربة الله يجازيهم بخير المساندة ديالهم. مهم دوزت المدة ديال شهرين وخرجت الحمد لله والشكر لله. غادي تعاودي ليا دابا، عطيتيني الاخر، انا بغيت من عندك القصة من الاول، ملي تلاقات به، تزوجوا، شنو الخلاف اللي كان وقع، جات عندكم الدار، كيفاش استدرجها، تدار لها الشيكات، تبدا كل مره كيصيفط لها شيك يصيفطها للسجن. عاودي معايا القصه من الاول باش الناس تستوعب معايا الامور. انا القصه عارفها وانت عارفها وعدد كبير من المغاربه تبعوها معنا في المنبر السابق اللي كنت فيه، ولكن الناس جدد خصهم حتى هما يعرفوا القصه. عاودي معايا من الاول وغنجيو للورطه اللي احنا فيها الان. تفضلي. شيماء كيف اي دريه تعرفت على الزوج ديالها اللي هو طالقها الان ايام الدراسه، المهم عاش واحد القصه تقدم ليها، كانت موافقه ديال العائلتين، المهم تزوج بها على سنه الله ورسوله، انتج على داك الزواج طفل. المهم ما كتبتش الاقدار انهم يكملوا الحياه الزوجيه ديالهم، مع العلم ان هي ما كانتش راغبه في الطلاق، هما اللي بغاو الطلاق، تحكم لها بالطلاق، طلقات، قعدت في دار باها. الحمد لله حنا عايشين مستورين اللهم لك الحمد. دازت المده استدرجوها باش انها ترجع ليه ويعاودوا يكملوا المسيره الزوجيه ديالهم. ملي مشات عندهم داكشي كاع اللي صوروه ليها كان من الاحلام من الخيال، يعني مشات على اساس شيء لقات شيء اخر. فهذيك الفتره والمده اللي رجعت ليه كانت هناك واحد شبكه عنكبوت دايرينها انهم يحتالوا عليها باش تمضي لهم الشيكات
في واحد الحل اللي هو وهمي، هي كيف اي وحده باغات العلاقه الزوجيه تبقى والاسره ديالها تكونها وتمشي معها درجه درجه. يعني اي حنا الشعب الاسلامي والشعب المغربي الزوجه دائما طائعه للزوج ديالها الا القليل، ونتمنى ربي يهديهم حتى الا يعني بغات تساند راجلها، بغات توقفوا على رجليه، بغات شلت على الطموحات عندها بغات ديرها. يعني اللي قالها لك تقول لي واخ، اللي قالها لها واخ، مضيتوا على الشيكات. شنو اللي كان قال لها باش نسوا معانا؟ كان قال لها غادي ندير شري واحد الدار ياك، ولا انت اللي عندك كارني تشيك راه غادي تشيك غير تحط في اطار الاجراءات، ويعطاتهم هذوك الشيكات ومن تما قالوا لها باي باي سيري لدار باك. هادشي اللي كاين، يعني اجي نديروا محل نستقروا فيه نعيشوا حتى حنا كي الناس، لا هو لا عائلته كلها من جهه هذه. عرفتي قال لك الزن على الاذان اكثر من السحر، يعني بقيتو هادي هادي مشات معاهم. هي وحده منفرده وسطهم اش عندها ما غدير؟ يعني قالت مادام باغين هادشي يعني باغي ليا الخير، راهم كي والديا، راه هو يا الزوج ديالي ما غيبغيش شي حاجه خايبه، راه عندنا وليد، راه غادي يعني تصورات شي حاجه رائعه عندها في حياتها غادا ديرها. يمشي ماء من بعد الخروج ديالها من السجن كانت مدمره نفسانيا، يعني ديما منعزله، ديما كتخمم اشنا هاد العاقبه، ديما كتخمم في اللي فات واللي جاي من بعد. ما مصير شيماء في وسط الحياه. انا صادفنا ان المشكل ديالها والالم ديالها ومع اننا مشينا دوزنا وكنحاولوا نخرجوها من ديك القوقعه ديال الالم والاثار اللي خلفها السجن وهذيك الفتره والخداع اللي تلقاته، صادفنا مع الوباء وحاله الطوارئ ديال الوباء اننا نستعيني كتشوف راسها خرجت من سجن طاحت في سجن اخر. من تما يلا مؤخرا اللي بدات شيماء شويه كتضحك شويه كتخرج شويه، ومنين بدات كتقلب على عمل انها كتفتش على عمل في اي مكان، مشات عندو تيقول لها ضروري من لاكارت ناسيونال، لاكارت ناسيونال كتحميك باش نعرفوا المعلومات عليك باش يعني المهم الحال. المهم كنشوفو مشات هي تصوب لاكارت ناسيونال هما يقولوا لا عندك روشيرش اخر في الشيك الثاني حطوا لها فيه 5 مليون، وتشدات عند البوليس يومين، البارحه عاد خرجات وغادي ندخل التفاصيل. غادي تعاودي ليا على هذاك الاعتقال ديالي بعد هذيك الشده اللي تشد الاعتقال اللي تعتقلت ودوزت فيه مده شهرين. والله الا كان اللي كندعيو ان ربي يهدي وحنا نقلبوا على ولده اصلا عادي يشوف بنت الناس اللي ما عندوش علاقه. الا كانت الفلده ديال الكبد ديالو اللي هو من صلبه وما حنش فيه وعمره ما هزاتو الكبده انه يجي يدق الباب ويقول لك بغيت نشوف ولدي، هذا غيحل لي انا في بنتي؟ محال. كي نشادي في وعمرني انا ما شفت شي انسان ما كيطلش على ولده ولا ما يسولش فيه ولا ما يحاولش، ولو ما عرفت شي غيكونوا اباء ديالو دايرين. راه قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفه ولا تقول لهما اف ولا تنهرهما، وصاحبهما في الدنيا معروفه الا قالوا لك شي حاجه ما غترضيش الله، هي غتحاول بالتي احسن. المهم ما تضرش والديك، ولكني ما تضرش حتى العائله ديالك، راه ولدك ما تسولش في بنتي، سول في ولدك. عرفتي واكل ما واكل شارب ما شارب وحنا والحمد لله اللهم لك الحمد، ولكني الدري متاثر حتى هو نفسانيا بحكم انه دخل دابا للتعليم الابتدائي السنه الاولى. الا قلت لك السي يوسف واحد النهار عنده مشروع ديال شجرات العائله، جا كيصيفها كيف وكيف اي طفل عاطيه الاستاذ واحد البروجي خاصو يصيف. منين درنا شجرات العائله الاب منين كنكتب لي سميت الاب ديالو قال لك شكون هو هذا، يعني حنا دايرين تصاور دايرين كلشي، اضطريت انني نحيد التصاور من ديك شجرات العائله حيت كيسول على الاب ديالو. المهم مشينا كملنا المشروع حنا كنلاهيو فيه بالهضره. منين مشات القسم كي كاع الدراري كيقارنوا الاعمال ديالهم مع بعضياتهم، واحد ولد الجيران كيقرا معاه قال لي انا بابا سميتو فلان وانت بابا كسميتو، ويقول لي انا بابا حسن، ويقول لي لا حسن راه بابا فلان وفلان على خالاتو،
ويقول لي لا هذاك هو بابا، قال لي لا ماشي بابا. الدري جا عندي في نفس اللحظه، خرج جا عندي تيقول لي يا الميمه انا بابايا فينا هو. اش غنقول انا للطفل؟ هو عنده سبع سنين. اش غنقول انا لهذاك الطفل؟ اش غنقول لي باك فينا هو؟ قلت ميت، حرام عليا. قلت خدام، واش الخدمه ما كتساليش؟ قلت مسافر، اي مسافر كيسافر وكيرجع. يعني هذا الاب ما عرفتش انا الكبده ديالو كي داير. المهم شيماء مشات، نرجعوا لموضوعنا الاصلي، مشات شيماء بحكم باغا تقلب على عمل تساند بيه راسها وليدها. لاكارت بدات تطلع في لاكارت، حنا سولنا المحامي قالنا كون كانت معتقله كون راه جاو شدوها. يعني مشينا باش تصايب لاكارت، يعني هي كون كانت خايفه ولادها ما غاتمشيش لعند الكوميساري وعند الشرطه برجليها. ملي مشات تصايب لقات راسها غو الشيخ شي من تما هزوها. يعني نهار الاربعاء اللي فات مع العشيه مع العصر تقدمات، باتت في الجيور يومين، تقدمت باتت وهي صايمه يومين. صايمه يومين. المهم مشات نهار الجمعه قدموها قدام الوكيل اللي مد اعطاها مهله، مدد ليها في 24 ساعه اخرى، رجعت فيها عاوتاني لولايه الامن. تقدمت البارح قدام الوكيل عاوتاني اللي حال على قاضي التحقيق. كيف كمل معك الموضوع في بعض النقط مشاهدينا الكرام؟ لتنوي راي العام اكثر في الموضوع، الموقف ديال شيماء موقف رجولي. من اسهل الاشياء هو انتقاد، ولكن الحياه صعبه. كان الهدف ديالها انه ثقه في الله عز وجل وفي الزوج، الا ان ذاك الطرف له راي اخر. هذه بعض المعاناه اللي هذا الملف تبعته في الاول كما قلت في السابق، ولا زلت مستمر في حيثيات هذه القضيه. شيماء واحد المساله اللي مشات سهوا الام، انه في الدعوه الاولى في الاستئناف كانت كتدي مع الابن، تقول الى شاف على الاقل الى كان بغى يشوف، رغم انه هو السبب في السجن ديالها. الطيبوبه ما كيعطيهاش ربي لكل شيء. حيتيات الموضوع غادي يمشيو عند المعنيه بالامر. اختي دوزتي يومين عند البوليس وتقدمتي عند النيابه العامه. النيابه العامه كانت رحيمه في القرار ديالها انه عطاتك اجل ديال 5 ايام تخلصي الغرامه ولا تمشي للسجن مباشره. هاد ال5 ايام تنطلقوا من يوم امس. هادشي اللي دار هاد الزوج، كيفاش قصتك معاه؟ السلام عليكم. انا هاد الزوج انا كنت كنعرفو من الدراسه ديالي في سنه البكالوريا، كانش علاقتنا غدا مزيان، وداك السيد كان مزيان في التعامل معايا وكذا. وصلنا للزواج، تزوجنا على سنه الله ورسوله، مشينا عشنا مع والدين ديالو. من بعد طرا واحد الخلافات بيناتنا، وانا كنت ديك الساعه في الشهر الاخير من الحمل ديالي، تم دعوة الطلاق ديالي. ولدت الابن ديالي ملي ولي طلقني. هو اللي طلقني، هو اللي رفع الدعوة، وانا كنت ديك الساعات قريبا نولد. المهم ملي ولدت ولدي كان كمل 6 شهور تم الطلاق ديالي منه. من بعد خرجت انا كنخدم على ولدي ملي كمل السنة الأولى ديالو، خرجت كنخدم. رجعت ديت السيد قال لي يا ناس انا بغيت نرجعك انت وولدي، هو والام ديالو. انا النوبه الاولى رفضت. من بعد بقيت كنفكر كنقول نخلي ولدي يتجمع مع باه ويعرف باه ويعيشوا بحاله بحال اي، نعيشوا بحالنا بحال اي اسره مجموعين، نكبروا ولدنا مع بعضياتنا. من بعد بصح رجعت انا وياه، كنت ديك الساعات الله سهل عليا وخدمت واحد الشركه. هذاك السيد شافني ولا عندي واحد صالير شويه زوين اللي نقدروا نتعاونوا بيك، كنتعاون انا وياه على المعيشه، كنخلص انا وياه الدار اللي كنا كنسكنوا فيها. المهم كنتعاون انا وياه قدر المستطاع في اي حاجه. من بعد قال لي اقترح لي واحد الاقتراح، قال لي يا بنت الناس انا بغيت ندير شي انا داري ونجمع اسرتي وما نبقاوش في هذه الكرا. انا عجبني الحال بهذه الفكره، يعني داكشي اللي كنضيعوه في الكرا نقدروا اننا نبنيو به الشقه ديالنا ونستقروا حنا بحالنا بحال الناس
قال لي انتيا ما نهزوش واحد كريدي من البنكة، غادي نتعاونوا، غادي نديروا حنا واحد المقاول، نعطيو واحد الشيكاش، وهذاك الشيكاش غادي نبقاو عنده كضمان على الفلوس ديال الشقه ديالو، وغادي كل شهر نعطيوه واحد القدر ديال المال، وفيما كملنا شي شيك يعني غادي نرجعوه، غادي يرجعوا لينا المقاول وغادي نحيدوه. انا جاتني الفكره مزيانه حيت البنكه عاد تزيد علينا بزاف الفلوس، قلت مزيان بحال الشيك ديالو هو كنا درنا شيكاتنا بجوج، ولكن انا شي يعني شيكات ديالي هما اللي بقاو، شيكاشو هو ديالو غبروا ما عرفتش. شي كله ما كاينش واحد تعمد يحط شيك من اجل انه ياخذ الشيكات ديالك باش يثبت لك في الاول حسن النيه. انا زعما راه حنا غنتشاركوا يعني باش نبين، يبين ليا بان راه كاع داكشي اللي كيقول راه صحيح. ملي عطيتيه الشيكات قالك داركم؟ لا، كان قال لي بلاتي تنهضر مع المقاول ونعطيه واحد التصبيق. قلت لي واخا، كنتسنى كل نهار كنتسنى بانه يجاوبني واش تلاقى مع المقاول، واش عطاه، واش نو دار معاه. ملي داز واحد الفتره واحد الشهر كنسولو، كنقول ليه فين هو المقاول، ما بقاش عندي حتى شي خبر بحال هكا، ما بقى كيقول لي حتى شي حاجه عليه. قال لي لا راه ما تفهمش انا وياه على التصبيق، صافي راه مشى بحال هكا. قلت ليه شيكاشي؟ قال لي شيكاشك انا عطيتو من الاب ديالي. قلت لي انا بغيت شيكاشي، يعني ما كايناش هذيك الدار، ما كاينش هذاك التعامل اللي كنا نتعاملوا بهم، صافي يعني رجع لي شيكاشي نحيدهم. قال لي انا ما بقاش انا ما بقاش في يدي داك الشيء، يعني شوفي بيد الاب ديالي. من بعد ملي كان طالب الاب ديالو قال لي اعطيني المستحقات اللي كنت حطيت في الطلاق ديالك الاول، وديك الساعه خدي شيكاش. انا ما عنديش هذوك المستحقات، منين غادي نجيبهم؟ هذاك القدر اللي هو قال لي انا ما عنديش، ما عرفتش. هذه كلها طرق تدليسيه من اجل هدف معين. اختصري معي الكلام مورا قال لك داركم. قال لي سيري للدار ومن بعد غادي نتفاهموا على دوك الشيكاش. ملي مشيت لدارنا الصراحه كش واحد الدوامه حيت ما عرفتش كيفاش غنخرج منها، حطيت راسي في واحد حطيت بحال بحال شنقت راسي بواحد الحاجه. الموضوع واضح، دوزتي في الصاله ديال السجن، قلتي لي مشيتي طيبتي معاهم المسمان، حاولتي تنساي ديك المأساة، تخرجتي هذيك الشهرين وعجبك التضافر ديال المغاربة تمو بيك وساعدوك بشكل كبير. مؤخرا لقيتي راسك تونشيرتي على شيك ديال 5 مليون، والنيابة العامة مشكورة، وكذلك قاضي التحقيق عطوك المدة 5 ايام تحط المبلغ، ما يتحطش السجن. صحيح؟ صحيح هذا الكلام. صح، هاد داز دزت هاد الفترة كاملة هاديك ديال الحبس، وأنني دوزت واحد الشهرين اللي كانت بزاف قاسية ليا، اللي هي شهرين ولكن أنا بالنسبة لي كانت مدة ديال عامين، حيت واخا كنت كنلاهي وقتي، واخا كنت كنحاول أنني نتلاها وما نفكرش، ولكن رغم ذلك كنت كنتفكر، وكنت كنتفكر ولدي بزاف، حيت ما كان بعيد عليا وما كنشوفوش. كنت كنحاول أنني نعيط ليه وهدرت معاه، كنقول ليه بأنني في الخدمة، كيقول لي هضري معايا ابي الفيديو، كنقول لي لا خدمه حقا حبسينا كدا. المهم كنت حاول كنصبر ولدي، وكنصبر راسي، وكنصبر والديا، حيت صعيبه بزاف انك تدخل وانت مظلوم على شي حاجه ما درتيهاش وما خديتيهاش. المهم انا ملي خرجت بصح كان صعيب عليا. غاديش نقدر نكمل معكم مشاهدينا الكرام. والله هاد المتمه ديال الحبس، والله اي مسلم ماشي ديال الحبس، لا خصال خاصة، تبعتوا معايا المغاربة تبارك الله لهم من الثقافة ومن الذكاء ما يكفي المستوى الراقي اللي كتكلم به. هي أستاذة في التعليم الأولي في الخاص ماشي ديال الدولة، متمكنة، عائلة محافظة، دوزات يومين تقدمات النيابة العامة مشكورة أنه القرار ديال المحكمة كان رحيما، عطاو هذه المهلة عندها 5 أيام خاصها تخلص مبلغ 5 مليون. مشاهدينا الكرام والله العظيم وربي يشهدوا على ما اقول انني عشت هذه القصه، وغادي نعاود نوضع رقم الهاتف ديال هذه الام، وكنطلب الله عز وجل وكل من ساعدنا، كنقول ساعدنا، لانه هذا الملف انا عشتو، وصلت لدرجه هذا الكلام اللي غنقول ما تقدرش تقولوا لي ليه الام تتفكر في الانتحار وعندها ابن صغير كتشوف راسها انه صمت عار على العائله، الاب ديالها تأثر نفسانيا، بنته مشات للسجن
وهي الهدف ديالها هو مساعدة الزوج بالنبل ديالها. الله عز وجل كيخلص الجميع في الأخير. النداء ديالنا لجل المغاربة، أرجوكم كل من ساعدنا في هذا الموضوع باش ندخلوا الفرحة والسرور. وغربط بكم الفيديو إلى كتب الله تعالى وتوفقنا معهم إلى سدة هذا المبلغ وحيدات شي حاجة اللي كتعيش فيها في الرعب أنها مقبلة على السجن عندها 5 أيام. الأجل ديالها هو الجمعة المقبل في الأسبوع المقبل. إحنا اليوم الحد، الجمعة الجاية إن شاء الله. أنا أتكلم وأنا جد مرتبك لأنه هذا الملف عشته في التسجيل الأول وملي خرجات وسجلنا مع المغاربة وشكرنا وكل شيء كيقول يمكن يهدي الله أنه باقي عنده شيء فيه 5 ما غيدفعوش ليها، ولكن له رأي آخر. هذاك حساب الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، طلب ديالنا لجل المغاربة نضافوا الجهود بيننا ونخلقوا الفرحة والسرور لهذه العائلة، لهذه الأم والأب وهذا الشاب اللي عنده وليد أنه ترجع للعمل وترجع للصحة ديالها وتخدم عليه. مشاهدينا الكرام، سوف أبقى مستمر لتنور رأي العام أكثر في هذا الموضوع. وفي حالة أي مسجد جديد غادي نوضحكم في الصورة، غادي نوضح رقم الهاتف ديال الأم والله عز وجل ويخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.